هل يجوز ان اصافح عمات وخالات زوجتي؟ ليس لك ان تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، انما هذا مع الام، مع امها او بنتها بعد الدخول بها، اما عماتها وخالاتها واخواتها فليس محالا، وانما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم، كيف انتم، السلام عليكم وعليكم السلام، من دون مصافحه.